تمام وتسعة موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. بداية وفي موضوع الذاكرة، تحيي الجزائر اليوم الذكرى 65 لعيد الطالب المصادف للتاسع عشر ماي من كل سنة. هذا التاريخ الذي يعد محطة مفصلية في مسار ثورة التحرير المجيدة، حيث نظم أنذاك طلبة الجزائريين إضرابا عاما يقضي بترك الدراسة والالتحاق بصفوف الثورة التحريرية المظفرة ونيل الاستقلال. وبهذه المناسبة التاريخية يشرف بعد قليل الوزير الأول عبد العزيز جراد على مراسم إحياء هذه الذكرى بجامعة إبراهيم سلطان شيبوط بدار إبراهيم الجزائر 3. وسيقوم جراد مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة بزيارة معرض المشاريع الابتكارية حول الرقمنة وتطبيقاتها والإشراف على تسمية بعض المرافق العلمية والرياضية بالجامعة. تنطلق غدا الخميس الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل. هذا وسيقوم اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي بزيارة لولاية البليدة للوقوف على الترتيبات الجارية من أجل انطلاق هذه الحملة، سيما فيما يخص بتطبيق البروتوكول الصحي لمحاربة انتشار وباء كوفيد-19. وكان محمد شرفي قد أشرف أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على عملية القرعة المتعلقة برزنامة تدخلات المترشحين عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الحملة الانتخابية، وذلك بحضور ممثلي القوائم الانتخابية الحزبية والمستقلة. كما قام شرفي رفقة المدير العام للتلفزيون الجزائري بالنيابة فتحي سعيدي، قام بزيارة مركز التعبير الحر للإذاعة والتلفزيون بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري. في تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات، فيما تمثل لشفاء 133 مريضا خلال 24 ساعة الأخيرة حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في اليومين الأخيرين هجمات جديدة استهدفت مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي الذل والعار حسب البيان العسكري رقم 188 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. في تطورات الوضع الفلسطيني، تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي مخلفا مزيدا من الضحايا والخراب، حيث استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف هذا الصباح منزلا وسط مدينة غزة. كما استشهد صحفي يعمل لحساب الإذاعة المحلية بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة، وارتقت شهيدة أخرى جنوبي القطاع الذي شهد ما لا يقل عن 50 غارة إسرائيلية. من جهتها المقاومة الفلسطينية ردت بقصف عدد من القواعد العسكرية الإسرائيلية وأطلقت صواريخ طالت مدن أسدوس وتل أبيب وعسقلان ضمن ما يعرف بمدن غلاف القطاع. في سياق ذي صلة، استشهد 4 فلسطينيين أمس وأصيب أكثر من 1400 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس ومدن شتى من الضفة الغربية. دائما وضمن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الصعيد الدبلوماسي، تقدمت فرنسا وبدعم كل من مصر والأردن بلائحة إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن وقفا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، وهذا في ظل سلسلة اجتماعات فاشلة لأعضائه من أجل التوصل إلى تهدئة أرجعها الجميع إلى الموقف الأمريكي من النزاع
وفي هذا السياق دعت الصين واشنطن إلى تحمل مسؤولياتها الواجبة ودعم مجلس الأمن في مساعيه من أجل تسوية سريعة للوضع المحتقن. وفيما اجتاحت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين عديد المدن الأمريكية مستنكرة الموقف الأمريكي من الوضع، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، وهذا بموازاة تحذيرات أممية من تردي الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تدهور بشكل ينذر بالكارثة. في جديد وباء كورونا حول العالم، فبعد 6 أشهر من بدء عمليات التلقيح أعطي أكثر من 1.5 مليار من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في العالم، ونحو 60% من هذا الرقم أعطي في 3 دول وهي الصين، الولايات المتحدة الأمريكية والهند. وفي الاتحاد الأوروبي تم إعطاء أكثر من 200 مليون جرعة لحوالي 32% من السكان. إلى ذلك بدأت بعض الدول الأوروبية كبريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع بعض من القيود المفروضة جراء الجائحة، كفتح شرفات المطاعم والمقاهي ودور السينما والمتاحف، وإن كان ذلك بقدرة استيعابية محدودة. من المنتظر أن يصل اليوم جثمان حارس المرمى السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم سمير حجاوي إلى مطار هواري بومدين الدولي، والذي توفي الأحد الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 42 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. وأدى سمير حجاوي مشوارا كرويا ضم 3 مشاركات دولية مع المنتخب الوطني للأكابر، كما تحصل على ألقاب محلية وعربية. رحم الله الفقيد، إن لله وإنا إليه راجعون. نهاية الموجة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.